تبذل مديرية الدفاع المدني بنينوى جهوداً كبيرة من أجل الاستعداد لموسم الحصاد، حيث تكثر الحرائق بالمحاصيل خاصة بمناطق سهل نينوى، جهود لقيت دعماً كبيراً من عدد من المنظمات والجمعيات، بالإضافة إلى عدد من المتطوعين من المدنيين. فما هي استعدادات مديرية الدفاع المدني؟ وفيما يتمثل هذا الدعم المقدم لها؟ وكيف ساهم هذا الدعم في تعزيز عمل المديرية في الاستعداد لمواجهة حرائق المحاصيل الزراعية بسهل نينوى؟ ما هو عملكم اليوم في مديرية الدفاع المدني؟ طبعا عمل مديرية الدفاع المدني مفهوم هذا العمل واسع جدا في كل الميادين، يعني يتغلغل في كل مفاصل المجتمع وفي كل نشاطات المواطنين، يعني يشمل هو حقيقة باختصار يشمل موضوع الإطفاء وموضوع الإنقاذ وموضوع معالجة التلوث وموضوع معالجة المخلفات الحربية يعني والقذائف الغير منفلقة والمتساقطات، وينضوي تحت كل مفهوم من هذه المفاهيم أعمال كبيرة وواسعة جدا. ما هو عملكم في قسم الإطفاء والسلامة؟ يطلع قسم الإطفاء والسلامة بعدة واجبات في محافظة نينوى، حيث تقسم القسم إلى 4 شعب رئيسية: شعبة السلامة والوقاية والسلامة الصناعية، هذه الشعبة معنية بكافة إجراءات السلامة الواجب اتخاذها وتدابير الوقاية في المشاريع والمؤسسات الحيوية في محافظة نينوى، وشعبة الإطفاء وهي معنية بكافة شؤون الإطفاء في المحافظة، وشعبة الإنقاذ والإسعاف وهي معنية في عمليات الإنقاذ والإسعاف في المحافظة، وأخيراً عندنا شعبة كان اسمه فريق CBRN، فريق الاستجابة الوطني، وهو حالياً بمستوى شعبة CBRN المعنية بأمور التلوث والتطهير من العوامل الكتلوية والبيولوجية. ما هو عملكم في قسم الشؤون الفنية بالمديرية؟ قسم الشؤون الفنية توجد يعني هذا القسم 3 شعب متفرعة، هو شعبة الآليات زائدا إلى شعبة معالجة القنابل الغير منفلقة وشعبة الإنذار والاتصالات. هاي الشعب قسم موجود، يعني قسم من الشعب موجودة بمقر مديرية، والقسم الآخر اللي هي شعبة الآليات موجود مقرها في حي المالية، يعني قرب التقاطع حي المالية، هو المتعارف عليه أنه مركز دفاع مدني للإنقاذ، يعني مجمع واحد هم نقول. فيما يتمثل عملكم في شعبة العلاقات والإعلام؟ طبيعة العمل شعبة العلاقات والإعلام في مديرية الدفاع المدني هو التوثيق الإعلامي للحوادث والواجبات المناطة على مديرية الدفاع المدني نينوى، كالمعالجة، الإطفاء، الإنقاذ وعمليات الإطفاء المزروعات والواجبات الأخرى. ما هو رأيكم في الدعم المقدم لمديرية الدفاع المدني؟ ومثل ما نعرف كلنا من احتل داعش غزوا الآليات كلهم، ومن رجعنا هنا ما لقينا كل شيء آليات، يعني كان صف الدائرة، وجد المنظمات دعمت الدفاع المدني بالآليات وبالنابيب وبكل شيء دعمتهم. أكيد من احتل داعش منطقة قضاء الحمدانية وباقي المناطق أخذوا الآليات مال مديرية مال الدفاع المدني، ومن رجعنا على المنطقة ما كان عندهم ولا آلية. أكيد نشكر كل المنظمات التي ساهمت بالدعم لمديرية الدفاع المدني من الآليات أو من
السيارات يعني اللي دعموهم بهم، واكيد كملوا المديرية. ما هي استعداداتكم لموسم الحصاد للعام الحالي وما يحصد فيه من حرائق خاصة في مناطق سهل نينوى؟ طبعا احنا في كل عام نتهيأ لهذا الموسم، موسم الحصاد يسبق انطلاق حملة الحصاد ندوات ولقاءات، حملات توعوية من قبل ضباط ومنتسبي مديرية الدفاع المدني في كل الأقضية والنواحي، لقاءات متبادلة مع إدارات الشعب الزراعية، نجمع إخواننا الفلاحين والمزارعين في مناطق يعني جنوب الموصل وغرب الموصل وسهل نينوى والقاطع الشمالي، نبدي عليهم بعض التوجيهات، نتابع تنفيذ هذه التوجيهات. هذا فيما يخص يعني الأمور الاستباقية لبدء حملة الحصاد. فمع انطلاق حملة الحصاد يعني هو المعدل المتعارف عليه سنويا في منتصف الشهر الخامس أو في مطلع الشهر الخامس حسب الأجواء الموجودة. هذا العام أطلقنا أيضا أسوة بالعام الماضي، أطلقنا بدء حملة الحصاد يوم 15/5. إحنا قبل هذا التاريخ نشرنا مفارزنا في بعض الأقضية والنواحي خصوصا في جنوب الموصل وغرب الموصل. هل لدى قسمكم ما يكفي من المعدات والآليات للقيام بأعمال الإطفاء على أكمل وجه؟ نعم، قسم الإطفاء والسلامة معني بتوزيع كافة الآليات والمعدات الواجب توفرها في مراكز الدفاع المدني، حيث يقوم القسم بتوزيع هذه الآليات والمعدات بشكل نسبوي على كافة المراكز لغرض تحقيق الهدف من المراكز، وهو عمليات الإنقاذ والإسعاف وفضلاً عن عمليات الإطفاء. مثل ما تعرف حضرتك أستاذ زياد، نحن بعد عمليات التحرير فقدنا كثير من الآليات، فمديرية الدفاع المدني العامة في بغداد مشكورة جهزتنا بعدد من الآليات، وبعد تحرير المحافظة واستلام المديرية قامت المديرية بتصليح وصيانة عدد من الآليات التي أمكن تصليحها، وهي ما يقارب 30 سيارة حاليا هي في العمل. أيضا تم زيادة عدد السيارات الموجودة أو العجلات الإطفاء الموجودة حاليا في المديرية إلى ما فوق 50 سيارة إطفاء، وجهزتنا المديرية العامة أيضا بسيارات بيكاب ميتسوبيشي بحدود 11 سيارة وعدد أيضا من الزوارق المطاطية وحاليا في العمل. ما هو الدعم الذي تلقيتموه من الحكومة خاصة على مستوى الآليات؟ احنا الكل يعرف انه مدينة الموصل ما تعرضت اليه من احداث 10/6/2014 وما حل بالدمار للبنية التحتية لكافة العجلات والمعدات والأبنية، فإحنا مديريتنا تقريبا 184 عجلة في ذلك الوقت، يعني قبل سقوط مدينة الموصل. العجلات بعد التحرير مباشرة يعني تم العثور ما تبقى من عجلات، وهي العجلات نقول اللي بقت مدمرة، تم نقلها من المنطقة القديمة، تم نقلها من منطقة يعني مناطق الساحل الأيمن أثناء معارك التحرير. العجلات هذه أصبحت في حالة يعني يرثى لها، أنه يعني أضرار جسيمة، إضافة إلى أنه 60 عجلة مفقودة ولحد هذا اليوم.
تلقينا دعم من مديرية الدفاع المدني العامة حقيقة، أوفدونا بعجلات يعني إسناد لمديريتنا لتمشية أعمال الدائرة، بس ما تغطي عملنا لهذا اليوم، يعني الأعداد اللي موجودة زائدا أنه العجلات اللي تم نقلها إلى مديرية دفاع مدني نينوى هي عجلات مستخدمة، والعجلات المستخدمة متعارف عليها أنه ما مثل العجلات أنه تقول الحديثة. لعجلاتنا إحنا قبل 2014 80% هي عجلات حديثة وعجلات بحالة جيدة نقول. فمشكورة مديرية الدفاع المدني، هو هذا يعني الدعم اللي قدموه لنا بالعدد الممكن من العجلات. هل قامت الحكومة المحلية أو المركزية بدعمكم؟ فيما يخص الحكومة المحلية، أنا قبل بدء حملة الحصاد يعني كان لنا لقاء مع السيد المحافظ، ووضعنا السيد المحافظ في صورة ما موجود لدينا من إمكانيات لهذا العام. طلب من عندي الاحتياجات لغرض مفاتحة بغداد المتمثلة يعني بالأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء فيما يخص احتياجات مديرية الدفاع المدني، ونحن بانتظار هذا الإجراء. كذلك فيما يخص الدعم المحلي، يعني كان لنا نقاش أيضا مع السيد المحافظ بدعم وإسناد الدوائر الخدمية الموجودة في المحافظة، باعتبار السيد المحافظ هو رئيس الوحدة الإدارية، وكذلك في حالات الطوارئ والأزمات يعتبر السيد محافظ نينوى الرئيس الأعلى للدفاع المدني في المحافظة. فيما يخص الدعم المقدم من بغداد، احنا ايضا كوزارة الداخلية لدينا مراجع، تم مفاتحة مراجعنا المتمثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني، ابدى استعداده في دعم مديرية الدفاع المدني في نينوى كالاعوام السابقة. السيد مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، ويعني الرجل سنويا يحضر بنفسه للإشراف على حملة الحصاد، إضافة إلى دعمنا بمفارز وعجلات إطفاء من بقية المحافظات، يعني يقوم بسحب مفارز الدفاع المدني وعجلات الدفاع المدني من المحافظات الوسط والجنوب ويقود هذا الرتل، ويجي يعني يحضر شخصيا، يحضر هو رجل في حملة الحصاد. ما هو الدعم الذي تلقيتموه من الحكومة؟ الدعم من الحكومة مثل ما ذكرت لك بالسؤال السابق، أنه المديرية العامة جهزتنا بعدد من الآليات والمعدات والزوارق، فضلا عن بعض الملابس والمعدات الوقاية الشخصية، وحاليا المديرية جاهزة لأداء عملها إن شاء الله. ما هي العلاقات التي اكتسبتموها مع المنظمات والمجتمع المدني لدعم المديرية؟ الحمد لله توسعت علاقاتنا بعد تحرير مدينة الموصل، اجتمعنا ويا عدة منظمات ساهمت ودعمت لنا في إعادة تأهيل المديرية كبنى تحتية، كتصليح آليات، كمتطوعين في أعمال الحصاد وما حصاد وعمليات التعقيم والتعفير. كيف ساهم هذا الدعم في تحسين عمل المديرية حسب رأيكم؟ أكيد هذا الدعم يعني كل زين، لأنه الإطفائي ما يقدر يطلع المكان إذا ما يكون عنده آليات مالته، يعني إن كانت الإطفائية أو سيارة أو أي شيء. بهاي الشغلة إذا ما عندهم آليات وما عندهم شيء يساهمون يعني بإطفاء الحرائق، فهم ساعدوهم، وأكيد جهود الطيبين وبجهود المنظمات تحسن الوضع وتحسنت المديرية من كل شيء. وطبعا يعني من يصير حريق ما يقدر الإطفائي يطلع إذا ما يكون عنده آليات، هو من جهزوا له بالآليات صار أفضل شغله طبعا وأسرع.
هل هناك جهات أخرى داعمة لكم ومن هي؟ نعم، احنا يعني الدفاع المدني كجهاز إنساني، يعني بحياة المواطن وممتلكات المواطن وأرواح المواطنين، أكيد لازم يكون هناك جهات تتعاطف مع هذا الجهاز الإنساني، تكون صديقة للدفاع المدني من خلال العمل الميداني. هناك جهات داعمة بشكل معنوي وبشكل مادي وبشكل على شكل متطوعين. نتكلم عن فيما يخص الجانب يعني الأمور اللوجستية والفنية. طبعا المنظمات أيضا كان لها دور بارز في دعم المديرية في عملها، ابتداء من عمليات تحرير محافظة نينوى، ولحد الآن هناك بعض المنظمات طبعا ساندتنا بشكل فعال. هناك منظمات ساندتنا في مجال رفع مخلفات الحرب، في إزالة مخلفات الحرب خصوصا من المدينة القديمة والجانب الأيمن مدينة الموصل. هناك منظمات مثل منظمة UNDP، منظمة USAID، يعني هناك منظمات كثيرة حقيقة لا يحضرني الأسماء حاليا، لكنه دعمتنا بإعادة تأهيل بعض مقرات الدفاع المدني، إعادة تأهيلها من الجانب يعني الأبنية، ترميم الأبنية وكذلك تجهيزها بالأثاث والمعدات. يعني قامت أيضا منظمة USAID ب يعني تجهيز المديرية بالمعدات الخاصة الفنية لرجل الإطفاء، من ملابس إلى معدات بسيطة، معدات فنية. كذلك رفدتنا بعجلات حوضية عدد 2، وكثير الأمور هي يعني تكون مبادرة المنظمات في هذا الموضوع. مشكورة هاي المنظمات اللي دعمتنا. وآخر دعم هو حاليا هسه مقدم من منظمة USAID، هو إعادة تأهيل وتصليح العجلات المدمرة من جراء العمليات العسكرية واجتياح حسابات داعش الإرهابية. قامت بإعادة تأهيل حوالي 20 عجلة من العجلات اللي كانت مدمرة خارج الخدمة، تعود لمديرية الدفاع المدني. هل هناك منظمات ساعدتكم في هذه الأعمال ومن هي؟ والله حاليا يعني مثل ما تكلمت انه هي منظمة USAID، هي المنظمة اللي دعمتنا بتصليح العجلات، زائدا اطارات وبطاريات بموسم الحصاد السنة الماضية، زائدا الى انه المنظمة قاموا بتأجير التناكر حوضية، تعزيز لعجلات الاطفاء واسناد هاي العجلات. فهي المنظمة الوحيدة نقول اللي مثلا نقول دعمتنا بما يمكن. طبعا انا شخصيا تعاملت باكثر من منحة مع منظمة التنمية الأمريكية USAID منذ العام، واكثر من صار اكثر من سنة احنا متعاونين مع هذه المنظمة في دعم المديرية باكثر من منحة، وما أخفيك سر بأنه كان لها دور كبير في تقليل من حجم الخسائر للمحاصيل الزراعية في العام الماضي، حيث ساهمت هذه المنظمات برفضنا بالعديد من المنح التي ساهمت في تقليل من حجم الخسائر. أكثر المنظمات الداعمة لمديرية الدفاع المدني هي منظمة UNDP اللي ساهمت في إعادة بعض الأبنية، بالإضافة المنظمة الدولية الأمريكية للتنمية اللي ساهمت في تصليح وتأهيل عدة آليات، بالإضافة إلى دعم ببعض المواد خاصة بمركز دفاع مدني الإنقاذ كالزوارق ومعدات الإنقاذ الخفيف. هل مثل تصليح 12 مركبة إطفاء عنصر إضافي لكم؟ نعم طبعا أكيد، يعني هي عجلة الإطفاء هي سلاح الدفاع المدني، بدون هذه العجلة يكون الأداء يعني محدود ومعاق، الأداء راح يكون. ف 12 عجلة ليست بالقليل، يعني 12 عجلة
تغطي لي مساحات شاسعة إذا استخدمتها فيما يخص يعني حرائق المزروعات، وإذا نشرتها بالأوقات الاعتيادية، إذا تم نشرها في مراكز الدفاع المدني أيضا راح تغطي لي ما لا يقل عن ثلاث مراكز يعني ليست بالقليلة. فيما يتمثل الدعم المقدم منه؟ طبعا هي عدة مثل ما قلت لك أستاذ، عدة منح قامت بها المنظمة. المنحة الأولى كانت عبارة عن معدات وملابس إطفاء ومعدات إنقاذ وأجهزة، بعض الأجهزة، وقمنا بتوزيعها على المراكز الداخلية. في حملة الحصاد المنظمة مشكورة طبعاً، جهزتنا بحدود 100 إطار حجم كبير، 100 إطار يعني تاير 1250 بطارية. هذا كان لها دور في تعجيل من إدامة العمل، يعني السيارة مكان ما نعمل يعني ورقة عمل، ورقة تصليح صيانة أصلاً، نجيبها من الحقل بدلها إطار وبدلها البطارية وأسدت الحقل، فما يعني ما كان عدد تأخير، يعني كان سرعة في تصليح السيارة وصيانة السيارة. أيضا جهزونا العام بأكثر من 20 تنكر ماء، يعني إيجار دعم لسيارة، إحنا سيارتنا قليلة في محافظة نينوى إذا تقارنا مع المساحة المزروعة، يعني كان أكثر من 6 مليون دونم العام، وإحنا كان عندنا لا ما يتجاوز 60 سيارة نينوى والدعم، فهم أيضا دعمونا بعشرين تقريبا أكثر من 20 سيارة حوضية مؤجرة من قبل الشركة اللي هي تعاقدت مع المنظمة وهي دفعت تكاليف الإيجار، فكان لها دور كبير أيضا في الحد وتقليل من خسائر المحاصيل الزراعية. المساعدة المقدمة هي تجهيز إطارات وبطاريات، هذا تجهيز، وزائدا أنه ما يخص العجلات هو تصليح وإدامة للعجلات وتهيئة هاي العجلات وتسليمها لمديريتنا. الدعم أكثر شيء هو ما معنوي يعني، وزادا إلى تجهيزنا ببعض المواد، قوارب، بدلات إطفاء، أحذية، معدات إنقاذ، مضخات، هذه ساهمت لنا في تخفيف عن حدة الشغل اللي علينا. هل هناك آليات تم إجراء عمليات الصيانة لها وتحديثها باستمرار؟ العجلات الموجودة إحنا يعني فرق الدفاع المدني وزائدا المفارز الآليات اللي موجودة يمنا، يعني أثناء موسم الحصاد تستنفر كل عملها بإدامة وتجهيز عجلات الإطفاء اختصاصية لتهيئة هاي العجلات لموسم الحصاد. هل من مساعدات أخرى قدمتها لكم وفيما تتمثل؟ ذكرت لحضرتك أيضا جهزتنا المنظمة بحدود يعني 300 بدلة رجل إطفاء مع تجهيزاتها. هناك عربة خاصة بمعدات فنية خاصة بمجال الإنقاذ، يعني عجلات عدد 2 حوضية، يعني وحدة الأولى خليناها في قضاء الحمدانية والثانية في قضاء تلكير، يعني هاي الأمور اللي استندتنا بها المنظمات. ماذا بشأن النجادات وتانكات المياه؟ عندنا أول تانكات المياه مقصودة التانكرات اللي أجروها لنا، أما النجادات هم جابوا لنا مجموعة معدات خاصة بأعمال الإنقاذ، واحنا سلمناها بدورنا الى مركز رصد الطوارئ المعني بعمليات الانقاذ والانتشال الضحايا، فسلمناها ما بس النجادات، يعني انطونا نجادات، انطونا بدلتين مال الغوص، انطونا مضخات مال سحب المياه 10 مضخات، يعني مشكورين في هذا الجهد اللي ساندونا به وبارك الله فيهم. هل قمتم بتطبيق المعايير والمواصفات الخاصه بالاجهزه والمعدات المستخدمه بحكم طبيعه عملكم؟ احنا الاجهزه والمعدات اللي موجوده يمنا، وخاصه الاجهزه والمعدات اللي نقول تخص عمل فرق الانقاذ،
تم تجهيزها أغلبها للعجلات اللي تم استلامها من منظمة USAID. يعني عززونا بهاي المواد، تم تجهيز العجلات في العدد الممكن، و يعني حاليا هي أي عجلة من العجلات موجود بها معدات إطفاء ومعدات إنقاذ. ما مدى مساهمة ذلك في الحد من انتشار الحرائق، خاصة حرائق المحاصيل الزراعية؟ هي الشغلة يعني ما يقدر، شلون ما قلت لك الإطفائي يطلع إذا ما يكون عنده آليات أو سيارة أو أي شيء على مود يطفي الحريق. فمن يتوفر كل شيء يكمل الإطفاء ويسهل من عملية الإطفاء في المحاصيل الزراعية ويمنع انتشار الحريق في المحاصيل. وإحنا قبل هاي الأيام دخلنا دورات على الدفاع المدني وعلمونا شلون يعني نطفي الحرائق وشلون ننقذ يعني الشخص المصاب. علمونا هواية أشياء، يعني مثل اليوم طلعنا هسه حريقين، طلعنا حريق اليوم ساعدناهم، هم دعمونا شلون طفي الحرائق وساعدونا، هذا الفيديو يفيد لنا شخصيا وجاي ننقذ المنطقة من يعني المحاصيل الزراعية. والله هو أكيد يعني الدائرة الدفاع المدني محتاجة إلى دعم من تطوعين ومن آليات، فلازم لي إذا لا يمكن وجود دعم فالشغلة تسبب إلى فشل. فقمنا من ذاتنا تطوع من ذاتنا إلى الدفاع المدني بأنه الخدمة للمنطقة وللأهالي. كيف ساهم هذا الدعم المقدم من المنظمات في تعزيز إمكانياتكم؟ اعتيادي، إحنا لما كان عندنا يصير فيضان، وأنت كنت موجود معنا يعني بوقتها، بكل فيضان سيد زياد معنا ومصلية معنا، فكنا نعاني من أنه ما لا توجد لدينا مرخات لسحب المياه ونقلها من مكان إلى آخر. فهاي المضخات اللي جتنا من المنظمة اللي هي 10 مضخات ساهمت في يعني تخفيف المعاناة عن المواطنين اللي تنغمر بيوتهم وشوارعهم بالمياه اللي ناجم عن الفيضان والأمطار. كيف ساهم دعمكم بالعجلات في تعزيز قدرات المديرية؟ من قبل المنظمة لو من قبل احنا تعزيز العجلات المنظمة، يعني السنة الماضية تم استلام 3 عجلات تناكر حوضية نوع الزوز من قبل منظمة USAID، زائدا إلى بيكاب فورت موجود حاليا مركز دفاع مدني الحمدانية. هي هاي العجلات ما يقارب 4 عجلات يعني تم دعم المنظمة لمديريتنا بها. هل هناك مساعدات من المواطنين أو من الأهالي وفيما تتمثل؟ طبعاً المساعدات والدعم من المواطنين ما يقل أهمية عن الدعم المقدم لنا من المنظمات. يعني بدت هذه الروح روح التعاون وروح التطوعي، العمل التطوعي عفواً، من يعني من بدأ حملة الحصاد للعام الماضي لمسناها أكثر تفاعل من قبل المواطن في بعد أن برزت يعني موضوع كورونا. كنا نتلقى طلبات من مواطنين يراجعونا بشكل مباشر إلى مقر المديرية ويطلبون أنه يزجون بالعمل برفقة طبعا مفارزنا وفرقنا اللي دا تعمل ودا تعفر ودا تعقل. وكان لهم مشاركات حقيقة، في شاركونا في تعقيم وتعفير مخيمات النازحين في بعض المناطق، الأسواق والمناطق السكنية. حاليا بعد يعني قبيل يعني ابتداء يعني موسم الحصاد وتنفيذ الخطة، أرضوا علينا المتطوعين بعض الشباب المتطوعين خصوصا في مناطق سهل نينوى أنه يكونون متطوعين مع فرق الدفاع المدني في عمليات إطفاء الحرائق.
بلغ عدد المتطوعين، يعني حاليا الاسماء اللي زودني بها ضابط مركز دفاع مدني الحمدانية حوالي 75 متطوع من الشباب في أهبة الاستعداد في حال احتياجهم في عمليات إطفاء حرائق المزروعات. هل قمتم بتقديم الدعم للمديرية؟ نعم، اليوم كواجب أولي لنا في مديرية الدفاع المدني اليوم طلعنا واجبين على المحاصيل الزراعية والحرائق، يعني كواجب أولي اليوم أول واجب لنا في مديرية الدفاع المدني كشباب متطوعين. نعم، اليوم ما قلت لك قبل شوية طلعنا اليوم حريقين، أول يوم إحنا يعني بورا الدورة جينا يعني وقفنا هنا طلعنا حريقين وإن شاء الله ما صار شيء. ما هو دور الأهالي والمتطوعين في دعم المديرية؟ دور الأهالي برز عندنا أكثر شيء، يعني نقدر نقول في عمليات التعقيم والتعفير، لأن أنت ما تقدر تخلي المواطن في كل جميع عمليات الدعم كإطفاء الحرائق ما حرق، لأن هذه مسؤولية، لأنه لا قدر الله لا إذا تعرض لشيء، لأن ماكو جهة تدعمه أو تسنده لا قدر إذا تعرض لحادث كبير. فأغلب الأمور اللي نقدر نستفاد منها في عملية الإرشاد، التوعية، عمليات التعفير، الأمور اللي ما بيها خطر تمس حياة المواطن، لأن طبيعة العمل الدفاع المدني هو ينطوي على مخاطر كثيرة، فمن ما من السهولة أنه أي مواطن يقدر يدخل مضمر عملنا. فيما يتمثل الدعم الذي تقدموه؟ احنا هسه يعني كل شيء ده ندعم، احنا متطوعين جينا أول يوم برضاتنا يعني طوعنا كافعنا على الكورونا، فيروس كورونا دعمنا، يعني عاقبنا بالسيطرات وعاقبنا الأحياء والكنائس ويعني تكافأنا ويا الدفاع المدني، ساعدناهم بالتعقيم وبالتعفير، طلعنا على هواية أماكن إحنا وجماعة الدفاع المدني، يعني ساعدنا واحد ساعد الله، وهسا علمونا على الدورات، علمونا شلون نطلع على المحاصيل الزراعية، طوعنا وياهم علمونا المحاصيل ننقذ محاصيلنا مع القضاء. إن شاء الله إحنا موجودين بكل الخدم. التعثير والتعقيم وإخماد الحرائق في المحاصيل الزراعية. توفير المستلزمات الفنية للإدارة وتجهيزها لموسم الحصاد. احنا كإدارة ما يخص توزيع العجلات، احنا تم وضع خطة بخصوص توزيع عجلات الإطفاء على بشكل مفارز، نقول تغطي اغلب يعني أقضية ونواحي مدينة الموصل، بس احنا العدد اللي موجود حاليا هو اذا تقيس هذا العدد من العجلات بعدد المساحه المزروعه من الاراضي هي ما راح تغطي كل المناطق، احنا نقول بس بالحد الممكن انه نقدر نقوم باعمال الدفاع المدني خلال هذا الموسم، وان شاء الله نقول بردا وسلاما ان شاء الله على مدينة الموصل، زائداً أنه مديرية الدفاع المدني العامة أوعدونا بإرسال تقريباً ما يقارب 30 عجلة إطفاء من المحافظات الجنوبية والوسطى لدعم مديرية الدفاع المدني نينوى أثناء فترة موسم الحصاد القادم. ما هي الحاجيات التي لا تزال المديرية تحتاجها للقيام بواجباتها على أكمل وجه خلال موسم الحصاد للعام الحالي؟ والله احنا يعني احنا طموحنا انه نحصل على يعني اداء مثالي في العمل، والاداء المثالي في العمل احنا حاليا عندنا 6,700,000 دونم مزروعه بالحنطه والشعير، فاذا نجي يعني نحسبها حسبة عمل مثالي نحتاج الى اكثر من 600 سياره لاداء مثالي في اخماد الحرائق. أنا حاليا يعني موجود معنا أقل من 10% من هذا العدد.
مشكورة المديرية العامة. إن شاء الله يوم السبت القادم راح تجينا 30 سيارة من الوسط والجنوب، وهذول يعني جزاهم الله خير أنه ساندونا ويساندونا العام والسنة إن شاء الله، يعني تقلل من الزخم في العمل، وأيضا تساندنا في يعني الحد من الحرائق في هذا الموسم إن شاء الله. هل تم توفير احتياجات المديرية من المركبات والآليات والمعدات الخاصة بالإطفاء؟ عجلات احنا حاليا مديريتنا قلت لك عجلات الاطفاء اللي موجوده حاليا احنا 231 عجله، انت تقريبا ما يقارب 60 عجله مفقوده وما يقارب 50 عجله يعني اصيبت باضرار بالغه. موسم الحصاد السابق قامت منظمة USAID بدعم مديرية دفاع مدني نينوى بإطارات وبطاريات تقريباً 100 إطار حجم 1200 لعجلات الأطفاء، زائداً 50 بطارية يعني حجم 150 أمبير هم لعجلات الأطفاء. سدت عندنا حاجة يعني بذيش الفترة، إضافة إلى أنه عرضت أنه منظمة USAID أنه عرضت علينا انه دعم مركز دفاع مدني سنجار اثناء يعني بناء وترميم المركز كشكل كرفانات، عرضوا علينا انه عجلات اطفاء راح يشترون مثلا المنظمه هي تقوم بشراء عجلات اطفاء ودعمها لمديريه دفاع مدني نينوى لمركز دفاع مدني سنجار. ف تم التباحث مع المنظمة، قلنا لهم أكو سيارات عندنا إحنا من السيارات المتضررة، ممكن إنه هاي العجلات إنه تصلح هاي العجلات ونغطي مركز دفاع مدني سنجار من هاي العجلات اللي يتم تصليحها. وفعلاً تم يعني المباشرة وتصليح ما يقارب 20 عجلة اختصاصية من قبل المنظمة، وتم استلامها من المنظمة، وحاليا هي عززنا بها مراكز الدفاع المدني والمفارز المنتشرة أثناء موسم الحصاد. ما هي النقائص التي لا تزال تعاني منها المديرية؟ طبعا المديرية هي ما زالت تعاني من نقصات كثيرة في مجال المعدات الفنية والأمور اللوجستية وعجلات الدفاع المدني، لكنه نحن نعمل بالممكن ولا ننسى الطموح. احنا يعني اذا ما قارنا امكانيات مديرية دفاع مدني نينوى حاليا بما هو موجود قبل 10/6 نحن نعمل بثلث ما كان موجود قبل 10/6 يعني من ناحية عدد العجلات والعدة، ويعني كنا نعمل بحوالي 200 عجلة الآن بدنا نعمل قرابة 70 عجلة، يعني معظم العجلات دمرت أثناء اجتياح عصابات داعش المحافظة. هذا فيما يخص العجلات الاختصاصية. فيما يخص المعدات الفنية نفس المعاناة بدنا نعاني، لكن يعني ذكرت قبل قليل أنه الدعم المقدم من المراجع ومن المنظمات ونوعا ما قدرنا من خلال هذا الدعم ننهض مرة ثانية بواقع هذه المديرية ونعمل بما هو موجود. لكنه سؤالك ماذا ينقص؟ ينقصنا الكثير. هل هناك حاجة إلى المزيد من الآليات؟ من الضروري أنه إذا نريد هسه عندنا مراكز مدمرة، مراكز لحد الآن يعني الساحل الأيمن، مركز دفاع مدني ابن الأثير، مركز دفاع مدني رأس الجادة، غرب الموصل عندنا مركز دفاع مدني السلام، يعني مركز دفاع مدني بعاج. هاي المراكز إذا هسه إحنا نريد نفتح هاي المراكز شيء أكيد أنه عجلات راح نحتاج أكثر. إضافة إلى أن هاي العجلات يعني
قبل مثل ما تكلمت قبل 2014 يعني بكل مركز عندي فد 8 عجلات إلى 9 عجلات، يعني من يصير عندي حادث واسع يعني تكون السيطرة عليه أكثر. إذا تقيسها بالوضع الحالي هسه يعني عجلات الأطفال الموجودة بالمراكز يعني ما يقارب مركز بعجلتين ثلاثة ما يزيد عن هذا العدد. هل توجهون نداء إلى الحكومة أو المنظمات لزيادة الدعم؟ طبعا احنا يعني احنا بحاجه الى دعم، خصوصا ان المحافظه يعني ما زالت تعاني من ويلات داعش، ما زالت تعاني من الخراب والدمار الموجود، تحتاج الى جهد تكاتف، جهد ليس يعني جهد محلي ولكن جهد على مستوى على مستوى الـ 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 يعني البلاد بأكملها، على مستوى الدول الإقليمية كذلك. يعني احنا محتاجين الى دعم، لكنه احنا ما نظل يعني ناشد، وايضا يجب ان تكون هناك مبادرات ذاتية من عندنا. يعني نحن بلد يعني غني ولسنا بحاجة الى في حال توفر الإمكانيات والإرادة لإعادة هذا الدمار. الحمد لله نمتلك الخبرات ونمتلك العمل الميداني وما هو موجود من عمل منذ عمليات التحرير ولحد الآن، أذهل 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 اللي كانوا موجودين بالساحة من المشاهدين لعملنا مثل المنظمات وغيرها. رغم الإمكانيات البسيطة اللي كنا نمتلكها، لكنه كان الأداء أداء عمل يعني عمل جبار بكل المقاييس ما تم إنجازه من يعني إزالة مخلفات الحرب ومن ملف انتشال الجثث ومكافحة الحرائق الواسعة مثل حرائق الكبريت اللي تعجز الشركات التخصصية في دول العالم عن إخماد مثل هكذا حرائق بإمكانيات مديرية الدفاع المدني المتواضعة، وبإسناد طبعا من المحافظات الأخرى تمكننا من إخماد هذا الحريق اللي قد يسبب كارثة إنسانية في المنطقة بأكملها. فنعم نحن بحاجة إلى دعم وكل الأطراف، لكن الحكومة المركزية يعني مراجعنا فيما يخص مديرية الدفاع المدني لم تبخل علينا بدعم بما هو متاح لديها. لكن إذا تتكلمني عن تهيئة جهاز دفاع مدني نموذجي أسوة بدول العالم أو بما كان موجود قبل 10/6، لا، يحتاج إلى جهد حكومي كبير جداً.